السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التعليم البرلمانية تكشف تفاصيل انذار الكليات الاهلية باخفاقها بالامتحانات التقويمية. كشف عضو لجنة التعليم العالي النيابية النائب محمد البياتي عن طبيعة انذار الكليات الاهلية بعد نتائج الامتحانات التقويمية مؤخرا، وقال في حديث: اننا ندعم الجامعات الاهلية في العراق لانها جزء مهم من توفير المزيد من الاختصاصات واستيعاب اعداد كبيرة، لكن مع حرصنا على الرصانة العلمية وتطبيق حقيقي لكل التعليمات والضوابط. اضاف ان الامتحانات التقويمية كشفت عن اخفاق بعض الجامعات الاهلية من خلال النتائج المتدنية، ما دفعنا إلى اعتماد صيغة انذار لتنبيه تلك الجامعات من خلال تقليل الطاقة الاستيعابية لها، بما سيكون الوضع مختلف للكليات والجامعات الأهلية التي حققت نسب نجاح عالية في الامتحان التقويمي. وأشار إلى أن لجنته حريصة جدا على تجاوز أي سلبية في الجامعات والكليات الأهلية، وتدرك أهمية الامتحان التقويمي من قبل وزارة التعليم العالي في تعزيز رصانة التعليم. واعتمدت وزارة التعليم العالي منذ العام الدراسي 2022-2023 نظام مركزي لإجراء الامتحان النهائي لعدد من مواد الاختصاص في الجامعات الأهلية، بحيث تكون الأسئلة موحدة لطلبة نفس المادة والمرحلة سواء كان في جامعة حكومية أو أهلية، وذلك في إطار سعي الوزارة على رصانة التعليم الجامعي الأهلي.